مستحيل تعرفوا هاد جوج مدن اللي ما كيتفارقوش مدينة حدا مدينة. اللي يعرف هاد المدينة يقول لنا هي العاصمة الإسماعيلية. إذا كنت ذكي يقول لنا هاد المدينة واش مغربية أو جزائرية. يلا ورانا الذكاء ديالكم. بالتاكسيات تقدروا تعرفوا هاد المدينة. هاد جوج المدن ماشي مدينة واحدة. كيف ما كتشوفوا هادي مدينة وفي آخر الفيديو غادي تشوفوا مدينة تانية اللي هي التوأم ديالها. يعني هذه مدينة والتوأم ديالها. مدينة الطاكسيات ديالها هاد اللون في التركوة بارد والأخرى في الأحمر. الأحمر بحال كازا ولكن ماشي كازا. هذه العاصمة الإسماعيلية. كتلقى أغلب الناس هنا اسمهم إسماعيل يوسف. كيف ما كتشوفوا هذا التراث ديالها. هاد البلاصة كتسمى باب الهديم أو قلعة الهديم. كتكون زوينة في الليل حسن من في النهار. في الليل في العشية كتكون عامرة بزاف. شوفوا معايا هاد البلاصة. اجيو تشوفوا الكواتشة اللي كيديو كيساركو مدينة مكناس كاملة ب100 درهم. ترى جميع المعالم. صراحة الناس مكناس ما كاينش بحالهم. نزيدكم حاجة اخرى. الهواد مكناس ماشي هو الهواد فاس. الهواد مكناس صراحة ما كاينش بحالو. كتسمى كتحس بانك كتهوى مزيان حيت مكناس جات عالية وفاس جات حانية. وهنا كاين تهوية مزيانة. والزيتون هنا صراحة أحسن زيتون. كاين الكرموس كاين البرقوق كاين بزاف الفواكه اللي ما كايناش في مدن آخرين. شوفوا الصناعة التقليدية في مدينة مكناس. شوفوا الطاكسيات كيفاش عاملين. هذه هي قلعة الهديم. صراحة مدينة مكناس كيتعاملوا مزيان. كاين قصب السكر كيف ما كتشوفوا. هذه الطريق اللي كتهبط. كاين واحد السوق ما عرفتش شنو اسمه لتحت. ما مشيتش فيه الزحام ما دخلتلوش. واخيرا ما يمكنش تجي لمدينه مكناس وما تشريش القفيفات ديال مكناس. صراحه هادو قفيفات واعرين. دابا مشينا لمدينه التوام ديالها. الطاكسيات ديالها حمر كيف ما كتشوفوا. واخا كتبنا لكم الاسم ديالها كنتمنى تكتبوا لنا في التعاليق شنو اسم هاد المدينه وشنو هما المآثار اللي كاينين في هاد المدينه. والناس اللي كيعجبهم الحمامات السخونين في هاد المدينه كاين حمام مولا يعقوب. اصلا حسنا مشينا دوزنا واحد 3 ايام في مولا يعقوب ومن بعد مشدينا الطريق مشينا لسيدي حراجم. هادي الطريق ديال سيدي حراجم حتى هي صراحه روعه في الجمال. كيف ما كتشوفوا هاد البلاصه طريق سيدي حراجم طريق الحسيمه طريق تازه ولكن كتقلب الدوره كتمشي سيدي حراجم. سيدي حراجم كاين عين الله. المهم اللي كيعشق الحمامات الساخنه الحمامات الحاميه هنا كاينين. كيمشيو على الطاكسيات صغار حمر. كنتمنى الى عجبكم الفيديو دعموا المقطع بلايك واللي ما اشتركش في القناه تشترك في القناه. وقريبا غادي نمشيو كازا بوسكوره.